في صباح الثاني من تشرين الأول عام 1918 خلال الحرب العالمية الأولى، تقدمت إحدى الكتائب الأمريكية المشاركة في الحرب بقيادة الرائد تشارلز دبليو ويتلسي و600 من جنوده إلى قلب غابة أرغون في شمال شرق فرنسا. في وقت متأخر من ذلك اليوم استولت الكتيبة المفقودة على هدفها في التل 198، وكان الجنود يستعدون في المكان الجديد على الطرف الآخر. أجبر الجيش الألماني القوات الفرنسية والقوات الأمريكية القريبة من الكتيبة المفقودة على التراجع. أطبقت القوات الألمانية الحصار على الكتيبة المفقودة من كل جانب، بل قطعت عنهم خطوط الإمداد، ولم يكن أمام الرائد ويتلسي سوى الانسحاب أو المخاطرة بالتعرض لنيران الجيش الألماني في مناطق مفتوحة من الغابة، فكان القرار البقاء في مواقعهم والدفاع عن التل مهما كان الثمن. تقدمت القوات الألمانية إلى موقع الكتيبة المفقودة، وكان القتال عنيفاً جداً، فسقط من الطرفين قتلى وجرحى بالعشرات. ولمدة 5 أيام وليال تلا ذلك اليوم، صمد الجنود الأمريكيون في وجه الهجوم الألماني المرعب تحت نيران القوات الألمانية والقنابل اليدوية ومدافع الهاون، وبدأ الطعام والذخيرة والماء ينفذ لدى جنود الكتيبة المفقودة. في ذلك الوقت كان استخدام اللاسلكي يعني تجسس الجنود الألمان على الرسائل، وشع في الحرب العالمية الأولى استخدام الحمام الزاجل للتواصل بين وحدات الجيش. وأرسل الرائد ويتلسي أحداثيات موقع الكتيبة المفقودة من خلال رسائل الحمام الزاجل الذي استهدفه قناصة الجيش الألماني ومنعه من المرور. وصل بعض الحمام الزاجل للجيش الأمريكي الذي حاول إرسال الإمدادات للكتيبة المفقودة وإسقاطها عن طريق الطائرات، لكن طائرته كانت تتعرض لإطلاق نار كثيف، وكانت الإمدادات تسقط في أماكن بعيدة. حاولت القوات الأمريكية توجيه قصف مدفعي على المواقع الألمانية للمساعدة في الدفاع عن الكتيبة المفقودة، ولكن بدأت المدفعية الأمريكية في قصف الرائد ويتلسي ورجاله بدلاً من القوات الألمانية. سقط من الكتيبة المفقودة جراء القصف الأمريكي ضحايا كثيرون، واستمرار القصف يعني القضاء على الكتيبة كلها، فكان لابد من حل عاجلاً. كانت الأوضاع تتعقد كل لحظة، ولم يتبقى لدى الكتيبة المفقودة سوى طائرها الأخير، حمامة كانت تحمل اسم شير آمي، فكانت أملهم الوحيد بالنجاة. كتب الرائد ويتلسي نداء يائسا لوقف القصف في رسالة جاء فيها: نحن على طول طريق الموازي 276.4، مدفعيتنا تسقط وابلا مباشرا علينا، بحق السماء توقفوا. وربطوها بالحمامة وأطلقوها وسط إطلاق نار كثيف من المدفعية الأمريكية والرصاص الألماني. على الرغم من إصابة شير آمي بإصابة بليغة وكونها فقدت عينها وأصيبت بشظية في صدرها وكانت إحدى أرجلها شبه مقطوعة، إلا أنها تمكنت من حمل الرسالة وأوصلتها بنجاح. وبفضل تلك الرسالة توقف القصف الأمريكي الذي كاد أن يقضي على جنود الكتيبة المفقودة كلهم. في يوم 7 من تشرين الأول، وبعد فشل الجيش الألماني في السيطرة على التل الذي تمركز به الرائد ويتلسي ورجاله، ترجعت القوات الألمانية شمالاً بعد أن تقدمت قوات أمريكية كبيرة وهددت بتطويقها، ونجحت تلك القوات بكسر الحصار عن الكتيبة المفقودة. خسرت الكتيبة نحو 107 قتلى و190 جريحاً و63 مفقوداً. ومنح الجيش الأمريكي وسام الشرف لثلاثة جنود شاركوا في الحصار، بمن فيهم الرائد ويتلسي الذي حصل على ترقية إلى رتبة مقدم. أما الحمامة شير آمي فكانت قد ماتت بعد وصولها متأثرة بجراحها، وقررت الحكومة الأمريكية تحنيطها، ولا تزال معروضة في متحف سميثسونيان للتاريخ الأمريكي، وليبقى جسدها شاهداً على تلك الحادثة المرعبة إلى اليوم.